sometimes there are in different like dimensions, but they are the same. They are always the same. اكتشفت ولاحظت ان في عامل مشترك ما بين روحنا الفلسطينية والنساء الإيطالية، في معاناة مشتركة، في بالرغم من اختلاف الأبعاد من ناحية البعد الجغرافي وأسباب المشاكل، لكنها اعتقدت بأنه الهدف كان واحد ما بين النساء في الجمعيات الإيطالية والنساء في غزة، بالرغم من اختلاف الأبعاد، أبعاد المعاناة، سواء كان بعد مكاني، بعد الأسباب الرئيسية للمعاناة، لكن الهدف هو واحد، وهو دعم النساء في معاناتهم. What we can do is continue to fight with but together between countries and together especially with men. بالكفاح سلميا مع بعضنا البعض يمكننا أن نجد دعم جدي لقضايا النساء ودعمهم، وعبرت عن مساعدتها أيضا بدمج الشباب في آخر يوم من المؤتمر للتأكيد على دور الشباب في إدراك معاناة النساء الفلسطينيات في غزة.